بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنبدأ شرح قصة طموح جارية، الفصل الثاني مفاجأة، من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. وفاة الملك الكامل وتولية العادل. في البداية بيعرفنا بأن شجر الدر فعلا وثقت العلاقة بين زوجها نجم الدين وبين قومها الخوارزمية اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفصل الأول، وأصبحوا عونا له في حروبه. وأقبلت الأنباء بوفاة الملك الكامل في 12 رجب 635 هجرية. كان ساعتها نجم الدين منشغلا في مواجهة الأعداء على أحد الثغور. بعد وفاة الملك الكامل اتفق الأمراء على ثلاث أمور، وهي الأول تولية سيف الدين ابن سوداء بنت الفقيه ملكا لمصر والشام، وأطلقوا عليه لقب العادل، بالإضافة إلى أنهم اتفقوا على تولية ابن عمه الجواد مظفر الدين يونس ابن مودود نائبا عنه في دمشق. طيب، إيه موقف نجم الدين؟ اتفقوا بأن نجم الدين يبقى أميرا على الثغور في الشرق كما هو. ووصف نجم الدين فيما بعد هذا الاتفاق بالاتفاق الآثم. فلو سألك إيه هو الاتفاق الآثم أو إيه الاتفاق اللي وصفوا نجم الدين بالاتفاق الآثم، فهي الثلاث أمور ديت اللي هي اتفاق الأمراء بعد وفاة الملك الكامل على الثلاث أمور دي. إيه أثر الخبر ده على نجم الدين؟ بيعرفني بأن الخبر ده وقع على نفس نجم الدين وقع الصاعقة. ليه؟ علشان هو عارف إيه اللي بينتظر الدولة مترامية الأطراف ديت من تفرق وتمزق، لأنه متأكد بأن أمراء بني أيوب في مصر هيهبوا مسرعين علشان يحققوا أطمعهم ويمزقوا الدولة فيما بينهم وينتهزوا ضعف الملك الجديد وضعف الإدارة اللي بتتولى أمره، وهذا سيؤدي إلى ضعف مصر، بينما نحن نحتاج إلى مصر قوية. طب هو ليه محتاج مصر قوية؟ علشان يواجه بيها الروم والتتار. أخذ نجم الدين بيستعرض جيشه وقدرته على مواجهة تلك الصعاب ومنازلة هذه الأخطار، ولم ينسى كل طامع يعد للعصيان، بالإضافة إلى أنه لم ينسى عدوه اللدود اللي هو أمير الموصل واللي هو بدر الدين لؤلؤ. ولما ضاق صدره بهذه الفكر استدعى شجر الدر التي أقبلت مسرعة تحييه. نجم الدين خاطب شجر الدر متألما ويسألها: أعلمت يا شجر الدر بما كان؟ عرفت إيه اللي حصل؟ وأخبرها بما اتفق عليه الأمراء، معلقا بقوله: هذا تدبير سيودي بنا جميعا. إيه هو اللي وصفه بالكلمة دي؟ اللي هو اتفاق الأمراء الآثم. ويكمل حديثه بقوله: اتفق الأمراء على الإثم، معللا ذلك بقوله: ليثبوا من خلفه إلى مطامعهم القاتلة. إيه خطورة الموقف في ذلك الوقت؟ يرى نجم الدين بأنه إذا طال بنا الوقت ولم نصنع شيئا مكن الأعداء من رقابنا وسلمناهم مقاتلنا. وأبلغ شجر الدر بأنه شايف بأنه ينسحب من حصار الرحبة ويدعها. طب ليه؟ علشان يتفرغ لحل هذه المعضلة اللي هي حل معضلة الوصول إلى الحكم وحل معضلة الاتفاق الآثم للأمراء والذي سيؤدي إلى ضياع مصر وضعفها. شجر الدر كان رأيها في الكلام ده هي موافقة نجم الدين على رأيه بأنه فعلا الانسحاب أفضل في هذا الوقت، قائلة له: خيرا تصنع يا مولاي، ذلك أفضل من أن نحصر في هذا المكان، فما نمضيه في الحصار دون جدوى ننفقه في عمل مجد. وبالتالي شجر الدر شايفة بأنه فعلا ما ينفعش بأننا نضيع الوقت في حصار الرحبة اللي احنا مش هنستفيد منها حاجة دلوقتي، واحنا لازم بأننا نوفر وقتنا إلى أي عمل يفيد في تقوية البلاد ووحدة البلاد. الانسحاب من حصار الرحبة، الانسحاب من حصار الرحبة بدأوا نجم الدين في أستار الظلام، ولم يبتعد بالسير حتى أحس بحركة غريبة في الجيش، وسمع مناديا يجأر بصوته طالبا الإسراع، وإلا وقعوا في أيدي الخوارزمية. إزاي الخوارزمية ضمن جيش نجم الدين؟ وبالتالي كان النداء ده غريب. إيه اللي حصل مع الخوارزمية؟ اللي حصل مع الخوارزمية بأنهم اختلفوا مع نجم الدين. إيه السبب؟ بسبب مطامعهم الواسعة وبيتوا النية على مهاجمته، وانتهزوا فرصة انسحابه من حصار الرحبة وأسرعوا إليه عندما علموا بانسحابه وهاجموه وتغلبوا على رجاله وهموا بالقبض عليه، ولكن تمكن نجم الدين بفضل الله من الإفلات منهم. وأسرع نجم الدين مع شجر الدر وما بقي من جيشه إلى سنجار. ليه أسرع إلى سنجار؟ علشان يمتنع بها تاركا لهم الأموال والأثقال. حصار نجم الدين وابنه تورانشا.
بمجرد ما نجم الدين وصل إلى سنجار لم يكد يستقر بها حتى وصلته أنباء عن حصار ابنه توران شاه في آمد. مين اللي حصره؟ حصره غياث الدين الرومي بجيوشه. وفي نفس الوقت أسرع بدر الدين لؤلؤ اللي هو أمير الموصل عدو نجم الدين اللدود بجيوشه إلى حصار سنجار، وفيها نجم الدين والتف حول القلعة مهددا متوعدا ومقسما ألا ينصرف إلا بعد القبض على نجم الدين وشجر الدر. وبالتالي الموقف الحالي بأن نجم الدين محاصر في سنجار من بدر الدين لؤلؤ، وتوران شاه محاصر في آمد من جيوش غياث الدين الرومي. شجر الدر تنقذ الموقف. الموقف الحالي بأن نجم الدين اشتد به الأمر وأخذ يفكر ويرى أنه لم يبقى إلا أن يقبض عليه بدر الدين لؤلؤ، بينما شجر الدر كانت بجانبه ثابتة لا تفارقها ابتسامتها الواثقة وتحدثه بصوتها الحنون وتهون عليه الموقف وتواسيه بقولها هذا خطب يسير بجانب عزم مولاي وحيلته الواسعة. وهنا استشار نجم الدين زوجته شجر الدر فيما يصنع، وخاصة بعد أن خذله قومها الخوارزمية وصوبوا إليه سهامهم بعد أن كان يعول عليهم في الشدائد. فهنا دلوقتي أصبح الجيش الوحيد اللي كان بيعتمد عليه نجم الدين تخلى عنه. طيب إيه رأيك؟ إيه اللي إحنا نعمله؟ وبالتالي استأذنت شجر الدر بأن يترك لها نجم الدين تدبير هذا الأمر فأذن لها. بعد كده استأذنته في استدعاء قاضي سنجار اللي هو القاضي بدر الدين الزرزاري، فأذن لها نجم الدين وأمر باستدعائه، فأتى القاضي مسرعا وأشار نجم الدين لزوجته بالحديث. هنا نلاحظ هنا بأنه شجر الدر كان عندها حل، ولكن بعد إذنك سيبني أتصرف، فهو سمح لها واستأذنته بأنه يستدعي قاضي سنجار، وبالتالي أذن ليها وفعلا أمر باستدعائه، وبعد كده أشار إلى زوجته بالحديث. طيب إيه اللي هيحصل؟ عرضت شجر الدر على القاضي بدر الدين الزرزاري وجود خطة نسبتها لنجم الدين لتخلصهم من هذا الحصار، ويحتاج تنفيذها إلى حرص ودقة وجرأة ومهارة وحسن تصرف، ولم يجد نجم الدين سواه ليحسن القيام بها، وسألته ماذا ترى؟ طبعا نجم الدين كان منتظر أنه يشوف شجر الدر هتعمل إيه مع الذئاب العاوية اللي هو بدر الدين لؤلؤ اللي هو بيحاصرهم في سنجار، وغياث الدين الرومي اللي هو بيحاصر ابنه توران شاه في آمد. هنا شجر الدر بدأت تتكلم مع القاضي وتقول له تعلم يا شيخ بدر الدين ما نحن فيه، وقد رأى مولاي نجم الدين رأيا ينقذنا ويفك أسرنا ويخلص الناس مما هم فيه من الضنك والعنت من هذا الحصار، لكن التنفيذ يحتاج إلى حرص ودقة وجرأة ومهارة وحسن تصرف، ولم يجد مولاي من حسن القيام به سواك، فماذا ترى؟ لاحظ هنا بأن الفكرة هي نسبتها لنجم الدين احتراما لزوجها، مع أن الفكرة ليها بالكامل، ومع ان انها هي اللي اختارت القاضي بدر الدين الزرزاري، ونجم الدين ما يعرفش ايه الفكرة اللي في دماغها، ولكن هنا احترمت زوجها واحترمت القائد بتاع الدولة ونسبت له هذه الفكرة، لان المهم باننا نتخلص من الموقف السيء اللي البلد فيه حاليا، مش المهم باننا نقول مين اللي اقترح الفكرة ديت او مين اللي كان له الفضل في اقتراح الفكرة دي. طبعا نلاحظ برضو بأن شجر الدر لما عرضت على القاضي بدر الدين الزرزاري المهمة، هنا ما قلتلوش ايه هي طبيعة المهمة بالضبط، ولكن في البداية هي عايزة تشوف هل هو عنده استعداد للمشاركة في المهمة ديت ولا لا. طبعا كان رأي القاضي هو قبول المهمة التي سيكلف بها من نجم الدين، قائلا أمر مطاع يا مولاي، نحن أنصارك وأحباؤك ورهن إشارتك. فبدأت شجر الدر في شرح المهمة. شرحت شجر الدر مهمة القاضي بدر الدين الزرزاري، واللي هي بتتلخص في إرساله للخوارزمية ليه؟ علشان يستأملهم بلباقته وقوة بيانه، ويعدهم ويمنيهم ويمحو من نفوسهم كل ما يغضبهم من نجم الدين ويمنعهم من نجدته. وبالتالي هنا ظهرت إيه أسباب اختيار القاضي لهذه المهمة؟ حتى يستميل الخوارزمية بلباقته وقوة بيانه ويعدهم ويمنيهم ويمحو ما في نفوسهم وكل ما يغضبهم من نجم الدين ويمنعهم من نجدته. هنا القاضي رفع رأسه ونظر إلى نجم الدين وكأنه بيقول له أنت كده هتعرضني للخطر، أو إزاي هتقدر تأمني. وهنا طمأنت شجر الدر القاضي بدر الدين الزرزاري بشرح خطة إخراجه من القلعة،
فهي هنا بتقول له لا تخف أيها القاضي الشجاع، لن تخرج من باب القلعة الذي يترصد فيه الخطر، وبدأت تشرح له إيه هي الخطة اللي هيطلعوه بيها. طيب إيه هي خطة إخراج القاضي بدر الدين الزرزاري من القلعة؟ طبعا الخطة كانت بأنه يربط بالحبال ويدلى من السور في الظلام الحالك من مكان بعيد عن أعين الراصدين، وبالتالي هيقدر بأنه يتحرك ويبعد فورا. وبدأت تسأله أيمكن ذلك أيها القاضي الذي ملأ الأسماع بقوة جنانه ووقوفه بجانب الحق متحديا كل تهديد؟ وهنا هز القاضي رأسه وهو يقول بصوت خفيض يمكن يا مولاي، ثم مس لحيته بأصابعه، وهنا ابتسمت شجر الدر، وكأنه هنا بيقول لها إن من خلال لحيتي هيتم التعرف علي بأني قاضي أو أني شخص مهم. هنا قالت له شجر الدر وتستغني عن هذه اللحية مؤقتا يا بدر الدين حتى تنتهي المهمة، فلا يعرفك أحد ولا يتنبه إليك إنسان. فهنا هيستغني القاضي بدر الدين الزرزاري عن لحيته مؤقتا علشان محدش يتعرف عليه وينزل كمواطن عادي جدا زي الصورة اللي موجودة قدامنا كده، ولكنها هتبقى في المساء، فمن الصعب رصدك، وبعد ما انت ما تنزل هيتم فك الحبال وسحبها وبعد كده يسير إلى مهمته. فعلا في جنح الليل تم تنفيذ المهمة والناس نيام، وأدلي القاضي بحذر وبطء لغاية لما وصل إلى الأرض وفك الحبال وانطلق إلى مضارب الخوارزمية ومعه كتاب شجر الدر. كتاب شجر الدر اللي هو كان رسالة مطلوب منه بأنه يوصلها، الرسالة دي كتبتها شجر الدر إلى قومها الخوارزمية. إيه هو محتوى رسالة شجر الدر للخوارزمية؟ نص كتاب شجر الدر لقومها الخوارزمية هو الآتي: أنتم أهلي وعشيرتي ومحط آمالي ومعقد رجائي، لم يبق لي في الحياة سواكم، أعيش على أصواتكم وأحس طعم الحياة بأنفاسكم، فإلى من ألجأ إن تخليتم عني؟ أإلى التتار الذين مزقوا دولتنا وقضوا على زعيمنا وشتتوا شملنا وحرمونا عظمتنا وسلطاننا؟ أم إلى الفرنج الذين يعيثون في البلاد فسادا ويهددون بإبادتنا؟ أسرعوا إلى ابنتكم وأدوا حق أبوتكم وأخوتكم، ولكم عند الأمير ما تشاءون، وأنا ضامنة لكل ما تفرضون. لاحظ هنا في الكتاب ده الصياغة المبدعة لشجر الدر في الكتاب ده. لاحظ بأنها ما ذكرتش سيرة نجم الدين غير في الآخر علشان قومها متحاملين ضد نجم الدين، وبالتالي ما ينفعش بأنه يكون في حد متضايق من نجم الدين وأنا أذكر له أي حاجة عن نجم الدين. وبالتالي هنلاحظ هنا بأنها قالت له بأنهم أنتوا أهلي وعشيرتي، أنتم محط أمالي، أنتم أفضل حاجة أستند عليها، لو مش هسند عليكم مال هلتجأ لمين؟ فكرتهم بالخيارات المتاحة بأنه لو أنتم ما كنتوش جنبي يبقى أنا قدامي خيارين، إن أنا هكون بين إيد التتار، وما تنسوش التتار دول اللي هم قضوا على دولتنا وقضوا على زعيمنا ومزقوا شملنا وفرقوا شملنا وحرمونا عظمتنا وسلطاننا. الخيار الثاني بأني أكون بين إيد الفرنج، وما تنسوش بأن الفرنج دول يعيثون في البلاد فسادا ويهددون بإبادتنا. فهي كده بتعرفهم بأن أنا مليش غيركم. بعد كده تقول لهم أسرعوا إلى ابنتكم وأدوا حق أبوتكم وأخوتكم، فأنا بنتكم وأنا أختكم وإنتم آبائي وأجدادي ولا غنى لي عنكم. ولو هم عايزين أي حاجة يطلعوا بها من نجم الدين أو أي مصالح شخصية يطلعوا بها من نجم الدين، قالت لهم لكم عند الأمير ما تشاءون وأنا ضامنة لكل ما تفرضون. وبالتالي هنا أنت مش بتتكلم مع كلمة الأمير، لا أنت بتتكلم مع واحدة من قوم الخوارزمية وتضمن لكم ما تشاءون. إيه أثر الكتاب ده على الخوارزمية؟ كان الكتاب ده أثر على الخوارزمية بحيث بأنه مجرد ما وصل القاضي بدر الدين الزرزاري مضارب الخوارزمية والخيام بتاعتهم، ومجرد ما تكلم معاهم وقرأ كتاب شجر الدر عليهم، دول أمره بالنفير إلى سنجار. معركة سنجار: جيوش الخوارزمية التفت حول جيوش بدر الدين وحاصرتها وأخذوها من كل جانب، وعلى صليل السيوف وارتفع صهيل الخيول، ونشبت معركة ضارية نالت من جيوشه كل منال، ثم أشرق النهار وهو يفر هاربا بفرسه وخلفه من استطاع النجاة من أصحابه.
بعد كده نجم الدين ما ضيعش أي وقت وأرسل الخوارزمية إلى آمد. ليه؟ علشان يخلصوها من غياث الدين الرومي وينقذوا ابنه تورانشاه من حصاره. وفعلا اتحرك الخوارزمية إلى آمد ونازلت جيوشهم جيوش غياث الدين الرومي وأوقعوا به وفكوا الحصار. هنا هنقدم لكم رسم تخيلي للحصار اللي حصل في سنجار وفي آمد. بالنسبة للوضع أثناء الحصار، كان نجم الدين في سنجار ويحاصره بدر الدين لؤلؤ زي ما هو باين عندنا هنا، بالإضافة إلى أنه في آمد كان تورانشا ابن نجم الدين محاصر من غياث الدين الرومي، لا ده عارف يخرج ولا ده عارف يخرج. بعد كده أثناء فك الحصار كان نجم الدين داخل قلعة سنجار وبدر الدين لؤلؤ كان بيحاصروا في الوقت اللي هم جم الخوارزمية وحاصروا بدر الدين لؤلؤ واشتبكوا معه. وما ننساش ان مصير بدر الدين لؤلؤ بانه هرب ولم يتم الايقاع به. اما الوضع في آمد فكان بان توران شاه اللي هو محاصر من غياث الدين الرومي، اشتبكت جيوش الخوارزمية مع غياث الدين الرومي وتم الايقاع به. فما ننساش الفرق ما بين مصير بدر الدين لؤلؤ اللي هو هرب وغياث الدين الرومي اللي هو تم الايقاع به. بكده انتهى الفصل الثاني. بنتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.